السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أم سارة صاحبة جروب خرز وكريستال أم سارة على الفيسبوك، وصفحتي على الفيسبوك مفارش ومجسمات كريستال أم سارة. ونسمي الله ونخش على البطرون على طول اللي احنا هنشتغله مع بعض. ده الجزء الثاني. أول جزء أنا كتبت عملت كلمة محمد، وبعد كده هنكمل رسول الله عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لأن في ناس عايزة تعمل الكلمة دي لوحدها، فأنا لما بقول البطرون بقوله بالطول كده، فمش هيقعدوا بقى يجيبوا ان انا اقول مثلا كذا 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 ويجوا على الفيديو يستنوا شويه لما اخلص بقيه السطر ويرجعوا تاني. فانا سهلتها، قصيتها لوحدها وقلتها وشرحت في الجزء الاول احنا ازاي لما نخلصها هنعملها البرواز كامل ونشبك دي مع دي، هيبقوا دول مع بعض رسول الله وكلمه محمد لوحدها هنشبكها. طيب تعالوا نسموا الله بقى ونشتغل مع بعض كده. خلاص احنا خلصنا ده كده، نشيله على جنب. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انتم متعودين معايا ان انا بجيب البطرون بالطريقه الاسهل، يعني انا بدل ما اجي كده واقعد اقول لك هنا واتنين غامق اتنين فاتح كذا كذا، لا كده اسهل، لان بيجي سطر كامل اقول لك العدد كله مع بعضه، العدد كله مع بعضه بتبقى اسهل. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. انا اول حاجه انا لغيت السطر ده، انا لغيت سطر اهو منه، لغي السطر ده خالص. طب انت شلتيه ليه يا ام ساره؟ عشان انا مفيش داعي اني انا اقوله، انتوا كده كده لما تخلصوا عايزين تدوا البرواز طول اكتر حطوه، عايزين تدي المعلقه طول اكتر زودي زودي دور الاول ارضيه وبعد كده حطي البرواز زي ما قلت لكم اهو، هيبقى شكله كده. تعالوا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه انا هعد دول كلهم مع بعض عشان اقولهم لكم مره واحده. 13 غرزه رباعيه بلون الارضيه، يبقى انا هقول فاتح هقول غامق، يبقى الارضيه هقول فاتح والكلمه نفسها الكلام نفسه هقول غامق، يبقى 13 واحده رباعيه غامق فاتح ثلاث مرات 1 2 3. بعدين هكمل تاني فاتح 1 2 3 والرابعه الخيط كله، طبعا بحط اتنين في واحده وواحده في واحده. الاخيره هحط الخيط كله في الطرف اللي تحت اللي هو في ناحيه، مش ناحيه الغامق، مالكيش دعوه الطرف اللي فيه ناحيه الغامق مالكيش دعوه بيه، خدي الطرف اللي تحت عشان تطلعي فوق لناحيه الغامق. طيب بسم الله. بعد كده هحط 3 فاتح، بعد كده 2 فاتح 1 2، ادي مرتين فاتح غامق 1 2 3 1 2 3 2 غامق 2 فاتح 1 2 3 4 5 6 7 8 2 غامق 1 2 3 غامق فاتح، اخر واحده في السطر احط 2 فاتح في الفتله اللي تحت عشان اطلع فوق، 2 فاتح 1 غامق 2 غامق فاتح غامق مرتين 1 2 فاتح كم مره؟ 1 2 3 4 5 مرات 2 برواز. طيب ايه البرواز ده يا مصرة اللي انت بتقوليها دي؟ فاصل بين الكلمه دي والكلمه دي، انت عايزاها بنفس لون الكلام حطيها، عايزه تخليها هي لون مختلف مع البرواز يبقوا لون مختلف عن الارضيه والكلام براحتك. فانا هنا هقول لك 2 برواز وانت الالوان ترتبي بيها براحتك. قلت 2 برواز، برواز فاتح 2 فاتح، لا انا القلم ده مش عايزاه، بسم الله الرحمن الرحيم اهو كتب فاتح غامق 2 غامق غامق فاتح كم مرة؟ 1 2 3 4 5 اخر واحدة في السطر احط 2 فاتح في الفتلة اللي تحت عشان اطلع فوق، 2 فاتح 1 غامق فاتح غامق كام؟ 1 2 3 4 5. طيب انا قلت هنا 5، ممكن اقول لك 6، بس استني انا اقول لك حاطه هنا علامه خضراء ليه. اهو ادي كلمه رسول، هقربها لكم كده شويه عشان تبقى واضحه. هنا انا شايفه ان هي لو خدت الكيرف كده، يعني لو خدنا كيرف كده في الكلمه هتبقى احلى من ان احنا نحط الخرزه دي. في خرزه اهي، انا شايفه الكلمه اللام لو جت بالكيرف كده هتبقى احلى. عايزاها كده خليها، عايزاها تحطيها الخضراء خليها، يعني انا هنا قلت لك العدد اللي انا قلته هتيجي هنا في الاخيره. احنا قلنا 5، قلنا الاول واحده 2 فاتح 1 غامق، بعدين قلنا فاتح غامق 1 2 3 4 5 مرات. عايزاها تكون موجوده يبقى هتخليهم 6 مرات، مش عايزاها يبقى هنكتفي بالخمسة، وبعد كده هقول 2 فاتح كم مره؟ 1 2 3 2 برواز
انا عايزة قلم تاني. برواز ارضية اتنين فاتح، انا قلت برواز ارضية، الارضية اللي هي فاتح عشان ما حدش يتلخبط. اتنين فاتح، واحد اتنين تلات مرات، غامق فاتح، واحد اتنين تلات مرات، اتنين غامق، واحد اتنين مرتين، ادي واحد اتنين. اخر واحدة في السطر احط اتنين في الفتلة اللي تحت فاتح عشان اطلع فوق. تلاتة فاتح، فاتح غامق، اتنين غامق، واحد اتنين تلاتة اربع مرات، غامق فاتح، اتنين فاتح مرتين، فاتح برواز، اتنين فاتح، واحد اتنين تلاتة، غامق فاتح. هكمل السطر كله فاتح اللي هو واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، والستة احط تحت عشان اطلع فوق. تلاتة فاتح، اتنين فاتح، واحد اتنين تلاتة اربعة، غامق فاتح، اتنين غامق، اتنين فاتح، واحد اتنين تلاتة اربعة. ام سارة انتي اتلخبطتي، دي غامقة قدامك اهي، لا ما انا عشان قصة البطرون ومركباه فهي فاتح. خمسة، خمس مرات، اتنين فاتح خمس مرات، فاتح غامق، اتنين صوتي بيروح الحمد لله، اتنين غامق، غامق فاتح كم مرة؟ واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، يبقى خمس مرات غامق فاتح. اخر واحدة في السطر احط اتنين فاتح الفتلة اللي تحت عشان اطلع فوق. فاتح اتنين غامق، وبعدها اللي هي اول واحدة هحط واحدة فاتح واتنين غامق، بعد كده اتنين غامق كام؟ واحد اتنين تلاتة اربعة خمس مرات، اتنين فاتح، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، ست مرات، فاتح غامق، غامق فاتح، اتنين غامق، اتنين فاتح مرتين، فاتح غامق، غامق فاتح. اخر واحدة في السطر اتنين فاتح تحت واطلع فوق، احط تلاتة فاتح، اتنين غامق، غامق فاتح كام؟ واحد اتنين، اتنين غامق، واحد اتنين تلاتة، اتنين فاتح، واحد اتنين، اتنين برواز، برواز فاتح، اتنين فاتح، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة، فاتح غامق. اخر واحدة في السطر واحدة فاتحة وواحدة غامقة عشان اطلع فوق. اتنين فاتح، واحد غامق، غامق فاتح كام؟ واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبع مرات، اتنين فاتح، اتنين برواز، برواز فاتح، اتنين فاتح مرتين، فاتح غامق، اتنين غامق، واحد اتنين تلاتة اربع مرات، اتنين فاتح، واخر واحدة اتنين فاتح تحت عشان اطلع فوق، احط تلاتة فاتح، اتنين فاتح، واحد اتنين تلات مرات، فاتح غامق، اتنين غامق، اتنين فاتح، واحد اتنين تلاتة، فاتح برواز، اتنين فاتح، فاتح غامق، اتنين غامق، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبع مرات، اخر واحدة اتنين فاتح عشان اطلع فوق في الفتلة اللي تحت طبعا. فاتح واتنين غامق، اتنين فاتح، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر مرة، فاتح غامق. لازم الواحدة الغامقة دي تيجي في اللي تحتيها على طول غامق، اتنين غامق، غامق فاتح تلاتة، تلات مرات، واحد اتنين تلاتة، اتنين فاتح غامق، اتنين فاتح قصدي في الفتلة اللي تحت عشان اطلع فوق، احط تلاتة فاتح، فاتح غامق كم مرة؟ ادي واحد اتنين تلاتة اربع مرات، اتنين غامق، اتنين فاتح كم مرة؟ واحد اتنين تلاتة اربع مرات، لا لسه، خمسة ست مرات، غامق فاتح كام؟ هي تقريبا هتكون واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة، اتنين غامق. اخر واحدة في السطر احط واحدة فاتحة وواحدة غامقة عشان اطلع فوق، احط اتنين فاتح واحد غامق، اتنين غامق كام؟ واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة، اتنين فاتح، اتنين برواز اللي هي الحلية بين الواحدة والواحدة، برواز فاتح،
اتنين فاتح، واحد اتنين فاتح غامق، اتنين غامق غامق فاتح ثلاث مرات، واحد اتنين تلاتة، اتنين فاتح اخر واحدة في السطر حط اتنين فاتح في الفتلة اللي تحت عشان اطلع فوق، واحط تلاتة فاتح فاتح غامق كم مرة؟ واحد اتنين تلاتة اربع مرات، اتنين غامق فاتح غامق، اتنين فاتح، واحد اتنين اتنين برواز برواز فاتح، اتنين فاتح، واحد اتنين واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية، واخر واحدة في السطر احط في الفتلة اللي تحت عشان اطلع فوق، احط فاتح برضو ها، تلاتة فاتح غامق فاتح كم مرة؟ واحد اتنين، لا مش نافع الدوخة دي، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبع مرات، قلنا غامق فاتح، اتنين فاتح فاتح برواز اتنين فاتح، واحد اتنين فاتح غامق، واحد اتنين اتنين غامق غامق فاتح تلات مرات، واحد اتنين تلاتة، اتنين فاتح اخر واحدة في السطر اتنين فاتح في الفتلة اللي تحت عشان اطلع فوق، احط تلاتة فاتح فاتح غامق كم مرة؟ واحد اتنين تلاتة اربع مرات، اتنين فاتح اتنين غامق اتنين فاتح، واحد اتنين تلات مرات، اربعة اربع مرات فاتح غامق اتنين غامق، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبع مرات، اخر واحدة في السطر اتنين فاتح عشان اطلع فوق، واحط تلاتة فاتح وبعد كده اتنين فاتح كام؟ واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر مرة، فاتح غامق كام؟ واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ست مرات، اخر واحدة في السطر حط تلاتة في اتنين فاتح في الفتلة اللي تحت عشان اطلع فوق، وهنا بقى فوق هشتغل الدور كله، انا كده خلصته، هشتغل الدور كامل كله فاتح، لان ما ينفعش اقفل الكلمة هنا واجي بعديها على طول ادخل ببرواز، ما هو كده انت هتصيحي الكلمة على البرواز، فافضل حاجة انك تاخدي دور كامل بعديه فاتح، زي ما انا هنا قفلت هنا خلصت الكلمة وخلاص، لازم بعديها فاتح، ما ينفعش احط برواز بعد الكلام على طول، مش عايزة اسيحهم على بعض. وكده يبقى احنا خلصنا، وقلت لك في الفيديو اللي فات هنقول تاني عشان الناس اللي ما شافوش يتعمل ازاي، بس كده كده هتشوفوا كلمة محمد، خلاص مفيش داعي للشرح تاني، كده كده انا شرحها في الفيديو الاولاني، وهحاول تخليه لو عايزاه تلات الوان زي ما قلت لك، يبقى الكلام بلون والارضية بلون والفاصل دوت الحلية ده بلون تاني، وبروزي واعملي ايد المعلقة، انا عاملاها في الفيديو معلومة على الماشي كيفية عمل يد المعلقة، الايد بتبقى جميلة جدا بالطريقة اللي انا عملتها، وان شاء الله اشوفكم في ورشة تانية. واه صح، عايزة تقولي طب انت ما قلتلناش هياخد قد ايه وزن، شوفي الكيفية، شوفي المعلومة على الماشي، انا شرح اي بطرون عايزة تشتغليه قبل ما تعمليه، سواء بطرون او ستارة تعرفي تكلفته قد ايه ووزنه ومقاسه وكل حاجة، واشوفكم في فيديو جديد، واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.